السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات بيحصل هجوم من أجهزة أول ما تدخل على الإنترنت، فأنت عشان تحمي نفسك بتكون مفعل الفاير وول بتاع الويندوز أو مسطب فاير وول من أي برامج من برامج الأنتفيروس. طيب إزاي أفعل حاجة زي كده؟ بتدخل على كنترول بانل، بتلاقي هنا الويندوز فاير وول، أو باجي هنا من كاتيجوري بدخل على سيستم اند سكيورتي بلاقي الويندوز فاير وول، بيقول لي ان هو هنا متاكتف. تمام، فلو انت بقى عايز تتحكم فيه ترن ويندوز فاير وول اون اور اوف، فبتبدا تقول له انا عايز ترن اوف الويندوز في البرايفت نتورك، بس طبعا نوت ريكومندد الا لو عندك انت فاير وول اخر. هنا البابليك نتورك، هل انت عايز تفعل الترن اون ويندوز ولا تقفلها؟ ولو انت شغال مع شبكة اجهزة هتلاقي في حاجة اسمها دومين، وهنا بتقول له بلوك اول انكومينج كونكشن، اي حد عايز يخش على الجهاز بتاعي اقفله خالص. تمام، وهنا بتقول له نوتيفاي مي وين ويندوز فاير وول بلوكس ان يو ابلكيشن، يظهر لي تنبيه لو في حد حاول يدخل على الجهاز بتاعي والفاير وول وقفه. بس طبعا لو انت الجهاز بتاعك مش عايز تشغل بالك ممكن تشيل العلامة ديت. تمام، الا لو انت عايز تتابع وتعرف كل حاجه بتحصل علم عليها. وممكن برضو اجي هنا او اشوف النوتيفيكيشن اتحكم فيها، هنا لو ابلكيشن ممكن تطبيق معين تكون انت عايز تقفله، مثلا سطبت برنامج معين ومش قادر يشتغل 3D بيلدر. تمام، ممكن تروح مسامح له او مش سامح له، يعني هنا مسموح له في الاثنين في البرايفت في البابليك، ممكن تشيلهم. لو انت عايز تعرف ديتيلز تدخل هنا تشوف ديتيلز، ساعات بيبقى فيه وصف كبير مش مجرد كلمتين ثلاثه. تمام، وهنا بيقول لك تدخل على اي موقع عشان تعرف معلومات اكتر. لو في تطبيق مش موجود هنا، تمام، هاجي هنا واقول له براوس وادور على ملف الاي اكس اي دوت، واروح قايل له اوبن وابدا اشوفه النتورك. طيب هل هو مسموح في البرايفت ولا في البابليك؟ اوكي اد، هيبدا يظهر معايا اقدر اتحكم اذا كان هو مسموح له ولا لازم الفاير وول يقفله.